مهم جدا اننا نطرح ونكرر السؤال المعتاد، هل هو الغزو العثماني لمصر ولا الفتح العثماني لمصر ولا الاحتلال العثماني لمصر؟ أو ده سؤال قد يبدو فيه فلسفة زيادة أو تلاعب بالألفاظ، لكن الواقع بيقول إنه سؤال في منتهى الأهمية، لأن التسمية هنا تفرق جداً في وصف الفترة التاريخية والعلاقة بين الدولتين. مصر كانت دولة ذات أغلبية مسلمة عدى عليها مئات السنين مع الإسلام، وبتحكمها دولة مملوكية عجوزة بتتعرض لهجوم عسكري دموي عثماني بيقتحم المساجد والمنازل وبيقتل أكتر من 10,000 مصري في بضعة أيام، وجثة الحاكم المصري المسلم أيضاً طومان باي بتتعلق على باب زويلة لأيام. 5 قرون متتالية كل مواردنا البشرية والطبيعية بتستنزف لحساب الباب العالي، وفي ظل جمود وتخلف علمي وثقافي مرعب بندفع ثمنه لغاية النهاردة. وبعد كل ده تلاقي كتاب تاريخ ضال بيطلق لفظ الفتح العثماني لمصر. وهنا نسألهم، عن أي فتح تتحدثون؟ كيف سقطت مصر في أيدي العثمانيين؟ في مرج دابق كان السلطان الغوري، وده كان هناك في قلب سوريا، وكان واخد معاه كل ما لذ وطاب وكل يعني خيرات مصر، كان واخد أغلب خيرات مصر كان واخدها معاه من أموال ومن مؤن ومن كل شيء، حتى تكفيف المعارك ولصد هجوم العثمانيين، لأن كان فيه خلافات بدأت تظهر حوالين من يستولي على أكبر قدر ممكن من الممتلكات سواء كانت في البحر أو في البر. وفي التوقيت ده التقى السلطان الغوري بالسلطان سليم الأول وهزم في المعارك نتيجة الخيانة، ودخل السلطان سليم مصر وبرضه انتصر على طومان باي بالخيانة أيضا. الدور الأبرز هنا والأول في التاريخ هو الدور الذي لعبه حرافيش مصر، طبقة الزعر، الحرافيش، السكان المحليين، البسطاء، الفقراء الذين ذهبوا إلى معسكر طومان باي وقدموا الولاء وطلبوا منه أن يسلحهم ليقاوموا ويدافعوا عن القاهرة. عندما شن عليهم الهجوم الكبير في معسكر سليم الأول وكاد سليم الأول أن يقتل في هذه المعركة، بدأ الزعر والحرافيش بضرب المعسكر بالمنجنيق وبالأحجار الثقيلة وأضربهم فيه النيران، ثم هجمت بقايا المماليك وفلول المماليك على الجيش العثماني. بعد أن اضطرب الحال وسيطر طومان باي على القاهرة مرة أخرى وخطب له على منبر المساجد في يوم الجمعة التالي، عاد العثمانيون بجيوش جرارة ونجحوا في قمع حركة المقاومة، ثم كان الانتقام من أهل القاهرة. 10,000 مصري قتلوا في بولاق، مخازن الغلال تم إحراقها، سرقت كل شيء وأي شيء، كانوا يستوقفون المواطنين في الشوارع ثم يقول له سوف نقتلك أو تدفع الفدية، وكأنه يشتري روحه من جديد. في ميزان القوة المماليك كانوا في انهيار، المماليك من القرن 14 ودولت كانوا لسه يعني أحدث منهم، فالقوة ميزان القوة كان في يد الأتراك. انضربوا الغوري في مرج دابق وتولى طومان باي نائبه قيادة الجيش، وطلبوا سليم بالاستسلام على أن يحكم يعني باسم السلطان العثماني. أبى طبعا طومان باي، ده أمر طبيعي أنه يقبل التبعية، ووصل النضال، لكن الجيش العثماني كان بيتقدم من بلاد الشام، فضل لحد ما وصل لمنطقة العباسية عندنا اللي هي مكانها دلوقتي المطرية والزيتون وبتاع، اسمها الريدانية، وحصلت معركة اسمها الريدانية واتمسك فيها طومان باي. ولم يكتفي سليم باعتقال طومان باي، بل قطع رقبته وعلقها على باب زويلة. فتح مصر كان في 1517، أحمد بن إياس توفى في 1524، يعني كان معاصر الفترة دي أكتر من 7 سنوات. السلطان سليم الأول لما جه، عشان نشوف بشاعة العثمانيين، إما دخل مصر أولاً استخدم الأسلوب الدموي، أعدم السلطان طومان باي وأعلقه على لمدة 3 أيام لما غلى الطيور ويعني أكلت جسده، وهو كان عايز يقول يبقى ده عبرة ليكو، ده السلطان بتاعكو وانا عملت فيه كده عشان يعني اضرب المربوط يخاف السايب يعني. فده كان امر بشع كده. كمان ايضا احمد ابن اياس بيقول ان هو قتل
حوالي يعني 10,000 مصري في ذلك الوقت. أبادوا وقتلوا وسجنوا عشرات آلاف من المصريين واستولوا كعادتهم على كل خيرات مصر، وكانوا حاقدين على الحضارة المصرية وعلى ما وصل إليه المصريين من تقدم. وهم في هذا التوقيت كانوا بيدعوا أنهم بيحموا الإسلام، الحقيقة ما كانش بيحموه، لأن أنت هتحمي الإسلام من مين إذا كانوا المماليك حكام المماليك كانوا مسلمين سنة وأنت مسلم سني، فهتحارب مين؟ واللي كان بيهرب منهم من المقاومين سواء المملوك أو المصري ويهرب مثلا لمسجد السيدة عائشة يحتمي بمسجد السيدة عائشة وفاهم إن هما مش هيدخلوا له الجامع، لا كانوا بيدخلوا الجامع ويقتلوه. اللي كان يهرب منهم يطلع المدنة، مدنة الجامع، على إنه يطلع المدنة ومش هيقدروا يطلعوا له، يطلعوا وراء المدنة ويحذفوه من فوق المدنة. مين اللي ذكر الكلام ده؟ علي بن إياس مثلا ولا في مصادر أخرى؟ لا، محمد أحمد بن إياس ده معاصر له كتاب مشهور جدا 6 مجلدات بدائع الظهور في وقائع الدهور، قال هذه الوقائع وأكثر من كده. كان يعني لما بيعقب بقى على الكلام في أعمال القتل والسيف اللي أخوه في المصريين اللي كانوا بيقاوموا، قال لك ده عثمان ده بالطريقة دي لا يعرف له ملة ولا دين. أبسط شيء ما حدث في مسجد الصليبة وما حدث في مسجد السيدة نفيسة وما حدث في مساجد القاهرة الكبرى عندما دخلها العثمانيون ودنسوها وسرقوا البصائط التي فيها وسرقوا ما يزينها، بل أنهم دنسوا قبر السيدة زينب وقبر السيدة سكينة ومسجد الصليبة، وكانوا يعتلون المساجد ليقتلون الناس. تدنيس المساجد كان نهج عثماني كامل. ابن إياس مثلا بيتكلم في 10,000 قتيل في يوم، فده رقم كبير جدا. استباحة نساء، سرقة، لدرجة إن هو كان بيتكلم. وسرقة المهرة دي هي كانت حادثة فريدة من نوعها في تاريخ دول كل اللي جه، حتى المغول قبل اعتناقهم الإسلام وقبل أي حاجة في الدنيا ما عملوش، ما سرقوش مهرة. وده برضو يبين مصر كانت عاملة إزاي في عصر المماليك. يعني كان فيها اللي هي مصر طول عمرها عندها الإيد العاملة المهرة، يعني تحت ظرف أي ظرف تحت أي ده وهي عندها ده. وهو سامي الأول كان مدرك ده، وكان مدرك إن الناس دي عندها حضارة. وبالمناسبة هو استبقى بعض المماليك كمان لإدارة فنون القتال نفسها، يعني عشان أتعلم بقى منه. يعني هو شوف هو كسب قد إيه، بس ما كانش لسه عنده فنون القتال. ما الذي فعله العثمانيون؟ خدوا كل الصناع المهرة ودوهم إلى إسطنبول، ثم باعوهم بعد ذلك. يعني اللي بعد كده اللي راح ألبانيا وبتاع، في شعب من جذوره مصرية موجود لحد النهاردة في ألبانيا. إيه اللي أسهم فيه في الحضارة المصرية؟ ايه اللي دخل بيه حتى في الفكر الاسلامي في الحضاره المصريه؟ ولا شيء، ولا اي شيء. اتوا ومضوا زي ما اتى غيرهم ومضى ايضا. بالعكس، يمكن هم منعونا من الاتصال بحضارات مزهور اخرى لثلاث قرون على الاقل، مزهور. كنا منعزلين فيهم عن العالم. وصلونا في مرحله من مراحل الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لحد ما اصطدمنا مثلا بالحمله الفرنسيه. الناس طالعة شايفة القنبر والمش انت جاي من عالم تاني. ابن إياس قال ان سليم لما جه قعد في مصر حاجة وسبعة اشهر او قرب 8 اشهر قعد في مصر عشان تستقر الامور، خد معاه فئة من امهر الصناع في العمارة والحديد والحاجات دي كلها علشان يبنوا منارات وعمارات ومساجد في القسطنطينية أو في اسطنبول. كويس؟ فمن هنا خد طبعاً أمهر الحرفيين. هنا لما الواحد بيقرأ الخبر دوت في ساعتها هيترتب عليه نتيجة، ولك إذن خرب البلد وخد أمهر الصناع، وبالتالي كسدت الصناعة في مصر بعد ما كانت رائجة إلى آخر إيه هذا الأمر. لكن الذين قرأوا بقى، إذا قرأت ابن إياس لأنه يوميات، بعد 3 سنين من دخول العثمانيين قال لي بقى ابن إياس ان بعد الجماعة المهرة دولت ما أدوا العمل المطلوب منهم في بناء العمارات المختلفة او المساجد او الكلام ده كله او الصناعات المختلفة، السلطان العثماني قال خلاص انتهينا، مش عاوزينهم، يرجعوا ايه بلادهم. في ناس رجعت وناس ما رجعتش، في ناس فضلت قاعدة
في القسطنطينية في اسطنبول، وفي ناس خرجت من اسطنبول راحوا أوروبا. سليم الأول هو الفترة اللي قعدها في مصر فترة 8 شهور ثم عاد، بس هو عائد أحمد بن إياس بيقول إنه هو خد معاه 1000 جمل من مصر إلى الاسطنبول محملين بكل الخيرات، خدوا الذهب وخدوا فضة وخدوا من الأنتيكات وخدوا يعني ما لذ وطاب مما يسهل حمله في هذه الجمال. لم يكتفي ان هو خد كل هذه الموارد فقط والكنوز المصرية والأثار المصرية، ده خد كمان معاه 50 يعني ابن إياس بيقول ان حوالي 50 مهنة اندثرت، المهن اليدوية اللي هي والصناعات واللي هي الزخرفة وخان الخليلي ومن هذا القبيل كلها، خد معاه العمال المهرة